الله تعالى وبركاته. يلا نمر إلى سؤال آخر. سلام أمير، بغيت نقول لك لا كيف شيرة. بغيت سؤال باغيت. سلام أمينة، باغيت سؤال على كيف شيرة. كيف شيرة في جوميا وعلاش ما تبانش عمولة؟ كيف الشراء في جوميا وعلاش ما تبانش عمولة؟ ما تبانش عمولة. اخويا هاد الشارع عندك شرمولة شرمولة شرمولة، ما فهمتش اخويا. المهم، كيف الشراء من موقع جوميا؟ تاخذ يعني تشتري البضاعة والدفع يكون عند التسليم، هذه أول. ولكن بالنسبة ما تبانش عمولة، هذه راه ما فهمتهاش الصديق، هذه راه ما فهمتش شنو بغيتي تقول، شنو عندك مشرمل. المهم، ندوزو السؤال ديال الأخ يوسف. السلام عليكم، واش كاين؟ واش كاش مابا؟ أخي واش كاش مابا على جائزة؟ أنتم مالكم؟ سلام، واش كاش مابا؟ غرقم 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 غرقم. ما هو ما عرفتش شي قصد. واش تهضروا واش كاين شي لغه اخرى من غير اللغات المعمول بها في العالم؟ سلام، واش كاش مابا هروغا شو سير. المهم، مابا على جائزة يوتيوب تابع. أم سؤال اليوم هو ما هي أدوات أو برامج التي أحتاجها في تعلم لغة السي وفي نظرك